بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. مع التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة. تدريب على بعض الكلمات القرآنية، وأبدأها بالكلام الذي قاله الإمام الجزري رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والمقصود أنه التمرين على تخليص الحروف المفخمة من المرققة يحتاج إلى دربة وتمرين في الحلق لكي تتعلم تخليص الحروف من بعضها البعض. أمثلة ذلك: مخمصة يختص، حصحص يتربصن، تطهرن تقسط. فنقرأها خطأ خطأ، مخمص خطأ، يختص خطأ، حصحص خطأ، يتربصن خطأ، تطهرن خطأ، تقسط خطأ. إذن الصواب فكك الكلمة ثم بعد ذلك ركبها: مخ م ص مخ م ص مخ م ص مخ م ص. واضح؟ فإذا مخ م ص، يخ ت ص، يخ ت ص، يخ ت ص، يخ ت ص، حس حص، حس حص، حس حص، يترب يترب، يتربص يتربصن، 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 يتربص، يتربصن، تطهرن، تط، تط، تطه، تطه، تطهرن، تق، تقسي، تقسي، تقسط، تقسط، تقسط. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم دريد إبراهيم أبو مريم، أدمن صفحة التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة.